كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم على الجميع بإذن الله. لو أول مرة تشوفني ياريت تدعمنا، تشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده علشان تكون أول واحد بيوصله دايما كل أخبار الكورة. ساعات قليلة بتفصل مباراة منتخبنا الوطني مع ملاوي في ثالث مواجهات منتخبنا الوطني في مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. سريعا كده خليني أفكر حضراتكم بموقف هذه المجموعة والفرق المتواجدة فيها، بالإضافة لمنتخبنا الوطني. المجموعة فيها مصر وملاوي زائد أثيوبيا وغينيا. جميع فرق هذه المجموعة حتى الآن معاهم 3 نقاط. لو تفتكروا أول مباراتين خدوا منتخبنا الوطني في المجموعة دي كانوا أمام غينيا وأمام أثيوبيا، المباراتين اليتيمتين للكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني اللي بعد كده تمت إقالته بعد كده بعد الهزيمة وديا أمام كوريا، وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع روي فيتوريا علشان يكمل مشواره مع المنتخب الوطني. تشكيلة روي فيتوريا لمنتخبنا اليوم أمام ملاوي في المباراة المهمة، لأن الفرق كلها عندها 3 نقاط والفوز مهم جدا لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة. المباراة اليوم مباراة الذهاب 24، العودة في ملاوي بإذن الله يوم 28، يعني بعد 4 أيام فقط لغير. محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد عبد المنعم وأحمد حجازي. في اليمين هيكون محمد هاني في عودة مرة أخرى لتشكيلة منتخبنا الوطني، وفي الجهة اليسرى لاعب بيراميدز محمد حمدي. ثلاثي خط الوسط هو كان بيعتمد على الثلاثي طارق حامد ومحمود حمادة لاعب نادي فاركو، ومعهم محمد النني، لكن محمد النني مصاب وبالتالي هيدخل مكانه لاعب نادي الزمالك جناح نادي الزمالك من المفترض، لكن روي فيتوريا بيعتمد عليه احيانا في وسط الملعب، النجم احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو زي ما بحب انه يطلق عليه. الثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه مصاب وبالتالي هيتواجد مع عمر مرموش زائد محمد صلاح اسطورة الكرة المصرية وايقونتها زائد النجم مصطفى محمد في مركز رأس الحربة الوحيد. المباراة مهمة دي منتخبنا الوطني، مباراة في رأيي الشخصي لا تحتمل القسمة على 2 عشان ما نخشش في حسبة بيرما بعد كده في مجموعتنا في كأس الأمم الأفريقية. روي فيتوريا مدير فني مميز، مدير فني في المباريات الماضية واضح ان هو عنده فكر ورؤية، ان شاء الله النهاردة نشوف مباراة جيدة لمنتخبنا الوطني والأهم تكون بالحضور الجماهيري الكامل بإذن الله. الأهلي والهلال السوداني 1-4 في آخر مباريات النادي الأهلي في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا. زي ما مصر كلها عارفة 1-0 تؤهل النادي الأهلي بإذن الله وتقصي الهلال السوداني. النادي الأهلي نفى وجود أي مفاوضات رسمية ما بين صن داونز الجنوب أفريقيا وما بين لاعبه بيرسي تاو اللاعب المتألق في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي. الإدارة بتاعت النادي الأهلي أكدت أن اللاعب ما جالوش أي عروض من جنوب أفريقيا أو حتى من إنجلترا زي ما بعض الوكالات أعلنت. يبدو أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي متمسك ببيرسي تاو، خصوصا أنه تألق بشدة في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي. في مباراة صن داونز أحرز هدف أكثر من رائع، في مباراة القطن الكاميروني صنع هدفين لكهربا وأحرز هدف. لو استمر بيرسي تاو على هذا المستوى ما أعتقدش أن إدارة النادي الأهلي ممكن تفرط فيه، بالعكس إدارة النادي الأهلي كمان بتفكر في تجديد التعاقد معاه. أيضا موضوع التعاقد أو تجديد التعاقد مع حسين الشحات، خلاص المسؤولين بتوع النادي الأهلي أخذوا موافقة مارسيل كولر وبإذن الله الموضوع شبه محسوم مع حسين الشحات. أنا خايف بس من حاجة، أن حسين الشحات دايما بيتألق قبل الفترة اللي بتسبق تجديد التعاقد معاه. حسين الشحات عامل موسم ممتاز هذا الموسم وأتمنى بإذن الله أنه يكمل على هذا المستوى. على فكرة كان من المفترض أنه يدخل لقائمة منتخبنا الوطني مع روي فيتوريا، لكن أعتقد أن الإصابة هي اللي منعته من دخول قائمة منتخبنا الوطني. الإسماعيلي راحة يومين، أول أيام رمضان وتاني الأيام بإذن الله بكرة هيعود من جديد للتدريبات استعدادا للمواجهة للأسف اضطر أقول إنها مصرية أمام سموحة في الدوري المصري على ملعب استاد الإسكندرية. من المفترض أن تكون خزينة النادي الإسماعيلي قد استقبلت مبلغ 12.5 مليون جنيه مصري من وزارة الشباب
ومجلس الإدارة هيدفع بيها بعض الديون وبعض المستحقات اللي مطلوبة منه في الفترة المقبلة بهذا المبلغ. ليه بقول من المفترض؟ لأن مفيش حاجة رسمية طلعت من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تفيد بوصول هذا المبلغ. أيضا زي ما احنا عارفين ان الامور دي بيبقى فيها غموض شوية، مش عارف ليه. يعني لو كان المفروض المبلغ ارسل كان من المفترض ان مجلس الادارة يعلن عن هذا، لكن لبعض بقى الامور اللي بتتعلق بالديون المستحقة على النادي، اللعيبة ممكن تطالب بمستحقاتها، فالموضوع بيبقى فيه بعض السرية من مجلس الادارة وبعض الغموض. على اي حال اتمنى من وزارة الشباب والرياضة ان هي تكون اوفت بعهدها وارسلت هذا المبلغ وهذا الدعم لخزينة النادي الاسماعيلي الخوية للمساهمة في حل الأزمة المالية الموجودة على فكرة في كل الأندية الجماهيرية وغير الجماهيرية، وعلى فكرة في كل أندية العالم ممكن يكون في حاليا أزمة مالية. عشان كده بطالب اللاعبين بالصبر، بإذن الله كله هياخد مستحقاته في النهاية. الظهير الأيمن كريم عرفات اللي كان مصاب في الفترة الأخيرة تعافى بحمد الله وهيكون جاهز لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الإسماعيلي في مباراة سموحة المقبلة يوم 30/3 بإذن الله. 30/3 مواجهة سموحة، 3/4 مواجهة سيراميكا كليوباترا على ملعب استاد الإسماعيلية، لا بديل يا كابتن حمزة ويا لاعبين عن الفوز بإذن الله. أنباء تتناثر ان مستر كامل ابو علي رئيس المصري البورسعيدي تقدم باستقالة لمحافظ بورسعيد. ايه السبب مستر كامل ليه تقديم الاستقالة؟ مستر كامل ابو علي بيقول ان مفيش اي خطة واضحة لدعم النادي في الفترة المقبلة او دعم من المحافظة. مستر كامل ابو علي بيقول ان هو في الفترة الماضية تحمل ملايين الجنيهات وحده بدون اي مساعدات، رغم ان المجالس السابقة كان بيبقى فيه مساعدة متتالية ومباشرة ومنتظمة من محافظة بورسعيد لمجالس ادارات المصري البورسعيدي. مستر كامل ابو علي بيقول مش معنى ان انا موجود وبصرف يبقى معنى كده المحافظة تقطع الدعم، لا، يعني مش انا كتر خيري بصرف فالمحافظة تتوقف، لا بالعكس، احنا عايزين يبقى فيه مشاركة في الموضوع ده. ايضا مستر كامل ابو علي بيقول مفيش خطة واضحة لقبول الخطة بتاعته اللي بتخص ملعب استاد المصري البورسعيدي الجديد بإذن الله، وبقى الحاجات التجارية اللي هتحيط بهذا الملعب علشان تدير على النادي المصري البورسعيدي ملايين الجنيهات. حتى الآن مفيش يعني قبول من وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المشاريع، وأنا هنا الحقيقة بستغرب ليه وزارة الشباب والرياضة دايما بتتأخر في إنها تدعم الأندية الجماهيرية في إنها تعمل مشاريع تدير عليها دخل. يعني النادي بيقولك انا هعمل مشروع هيجيب لي فلوس، ليه ما توافقش؟ ليه بتتعند؟ ليه بتتاخر؟ مش عارف الحقيقه. اتمنى ان وزاره الشباب والرياضه ومحافظه بورسعيد تحسم هذا الموضوع من مستر كامل ابو علي، لان استمراره مهم جدا ومصيري للمصري البورسعيدي. اعضاء مجلس الاداره حاولوا بكل الوسائل ان هم يسمعوا مستر كامل ابو علي عن هذه الاستقاله، الا انه يبدو انه متمسك بيها حتى الان. الاستقاله حتى الان ليست رسميه، لكنها يبدو انها عن طريق الهاتف ما بين مستر كامل ابو علي وما بين محافظ بورسعيد. بيفكر اعضاء مجلس اداره المصري البورسعيدي في تقديم استقاله جماعيه، لكن اتمنى باذن الله ان الموضوع ده يحل في الساعات القليله القادمه، ويتم وعد مستر كامل ابو علي بوجود دعم من المحافظه لنادي المصري البورسعيدي للفتره القادمه. كابتن حسام حسن بيستعد مع اللاعبين باذن الله لمواجهه نادي الزمالك في الدوري المصري في الجوله المقبله باذن الله. كل التوفيق بإذن الله للمصري البورسعيدي ولجميع أنديتنا الجماهيرية علشان تعدي من الفترة الاقتصادية الصعبة اللي كل الأندية زي ما قلت لحضراتكم بتعدي بيها في هذه الفترة. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. قناتنا بتدعم أنديتنا الجماهيرية بشكل خاص وبكل أخبار الكورة. كل عام وحضراتكم بخير، أشوفكم على خير بإذن الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.